وذكر حجاج إفريقيا خبر استيلاء المسلمين على سرقوصة عاصمة صقلية. في هذه السنة قام الأمير جعفر بن محمد نخفاجة أمير صقلية بالاستيلاء على مدينة سرقوصة عاصمة الجزيرة بعد حصار دام 9 أشهر، حيث هزم الأسطول الذي أرسله الإمبراطور باسيل الأول لفك الحصار. ونتيجة المعركة قتل الأمير نخفاجة وتولى إمارة جزيرة صقلية بعده الحسين بن رباح.